لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم الإخوان والأخوات. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد. مشيت اليوم للقرية السياحية باش نقضي واحد الغرض الأخت ديالي تما، وقال لي راسي نصور لكم فيديو من تماك. هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي تيسكنوا خارج مراكش ولا الجالية، الناس ديال الجالية ديالنا اللي تيقنوا خارج المغرب. تنصحكم جميعا بالقرية السياحية اللي بغى يدوز العطلة ديالو هنايا ان شاء الله. بالنسبة للكراء وداكشي ما عندي عليه حتى شي معلومة، ولكن كاينين الناس المسؤولين اللي غادي تلقاوهم ان شاء الله في عين المكان. فرجة ممتعة. شكرا. كاينين اخوتي تروا بيسين، كاين ديال الاطفال وديال الشباب وديال الكبار. دروك ما مخدمينهمش حيت هذا فصل الشتاء وكاين البرد بزاف. كاين واحد الملعب بالنسبه للدراري اللي زاه عليهم الكره واللي بغيو يديروا الرياضه، بالنسبه للشباب والاطفال وحتى كذلك الكبار.